على موجات صوت العرب من القاهرة، حمدي الكنيسي يروي. حواديت على هامش النصر. بالأمس بدأت الكلام عن حدوتة مهمة جدا جدا على هامش نصر أكتوبر، وهي مرتبطة بأيام حرب الاستنزاف. وزي ما قلت وسأظل أقول أن حرب الاستنزاف كانت أفضل تمهيد لحرب أكتوبر المجيدة. وكنت بدأت أتكلم عن دور للكتيبة 43 صعقة اللي كلفت بمهمة الرد على ما يحدث من موقع لسان بور توفيق اللي كان شغال من خلال مدافعه بضرب منطقة السويس، وكل شوية ضحايا من أبناء المنطقة. وتحركت الكتيبة من خلال سرية بقيادة سيد إسماعيل إنبابي ومعاه 5 ضباط وأيضا مجموعة بقيادة رقيب أول حسن سلام. واتكلمت عن 5 ضباط دول وكل واحد فيهم كان له مهمة معينة، وتوقفت أمام مهمة المجموعة اللي كان بيقودها الملازم أول معتز الشرقاوي. والنهاردة بأستكمل حكايتي عن حكاية وحدوتة معتز الشرقاوي والبطولة، ثم أستكملها ببقية الحواديت. معتز الشرقاوي لما تقدم بمجموعته فوجئ أن الدبابة اللي قدامه مدفعها موجه نحوه مباشرة، إنما بسرعة بديهة ويعني خبرة عظيمة وقدرات هائلة بالRPG دمر الدبابة قبل ما المدفع يشتغل ضده، وبسرعة شديدة أيضا اشتعلت النيران في هذه الدبابة وخرج أفرادها من الجنود والضباط ونطوا منها وماتوا قبل أن يصلوا للأرض. أما قائد الدبابة الضابط قائد الدبابة فتولى معتز الشرقاوي مهمته، خطفه هو من فوق الدبابة على كتفه وجري به نحو شاطئ القناة وسلمه لأحد أفراد الصاعقة من المهندسين اللي واقف على بداية الشط الشرقي لكي يحمل هذا الأسير ويعود به على القارب إلى الغرب إلى موقع الكتيبة 43 صاعقة. حدوتة البعض يمكن يتصور انها يعني مجرد عملية فدائية، لا ده هي اكبر من كده بكتير جدا جدا. وعلى فكرة انا سألت اللواء معتز الشرقاوي وبعد كده يعني تدرج في المواقع والقيادات وصار لواء، وهو ايضا لواء دكتور ولواء دكتور مهندس، يعني شخصية غير عادية. سألته انا مراسل حربي للإذاعة في تلك الايام وقلت له يا ترى انتوا كنتوا لما اتحركتوا بمجموعتكم كنتوا 140 ضابط وجندي، رجعتوا كم واحد وخسرتوا كم واحد؟ فكانت المفاجأة، قال لي احنا مش رجعنا بس كاملين 140، احنا رجعنا 141. الواحد الزيادة هو الضابط الاسرائيلي اللي اثره معتز الشرقاوي ده، الى جانب بقى بقية ما تحقق. ولهذا حديث آخر نلتقي حوله بمشيئة الله. وغدا يتجدد اللقاء مع حمدي الكنيسي في حواديت على هامش النصر. تخرجها سعدية حسين.